روشتة صعبة جدا، لكن انت ارضى بحالك، خليك مؤمن جدا بربنا، حاول دايما انك تحسن حالك، ما تقعدش ساكت وتقول ليه انا حظي كده وتندب حظك. زي ما قلت، الطلبة اللي بيحاولوا يصلحوا في لغات ويتقدموا، اللي بيروح نادي ويحاول يلعب رياضة، اللي في القرية بيقف يزرع ويعمل، كل حد بيسعى ربنا هيقف معاه. وانت كل ما تخلي نفسك بتشتغل، حتى ما تكبر في السن، حتى ما تلاقي نفسك كل الناس بعدوا عنك، خليك دايما مؤمن بالله، وخلي في يومك دايما حاجة تبص لها هتحصل، عشان تحس انك عايش، وانه دايما في حاجة to look forward to، بتبص لها لقدام. ايه علاقة الدكتور ابراهيم الكرداني بالمسرح؟ بعشق المسرح، اني امثل عليه، ما بحبش اروح مسرح كتير اتفرج، لكن بحب جدا طول عمري انه كنا بنعمل مسرح في المدرسة، وبعديها عملت فرقتي الخاصة. فالمسرح تعبير عن النفس، وحتى كمان عايز اقول لكم الغنى في الحمام تعبير عن النفس، غني، طلع اللي في قلبك، طلع الطاقة في اي حاجة انت بتحبها، مش مهم حد يسمعك، لكن انت اقف وعبر وطلع، صدقني ده عليك. طيب يا دكتور، ليك حوار شهير جدا مع الفنانة صباح، تفتكر ايه من يعني؟ مش حوار واحد، صباح حوارات. طب مقتطفات صغيره سريعه كده من بص، صباح ست جميله جدا، وتعلمت حاجه منها مهمه جدا، انه انا ما كنت بطلبها، انا قابلتها صدفه طبعا في الاول، وحصل تعارف، وحصل زي بيقولوا كهرباء بين اتنين، مش انا بس اللي حبيتها، الحمد لله هي كمان حست اني بحبها جدا فحبتني جدا، ففضلت العلاقه على مدى سنين طويله، لغايه ما صباح كبرت وعيت، وكانت كنت بسأل عليها بالتليفون كل يوم، وفي الآخر عملت لها حفلة كبيرة جدا في مصر، حفلة وداعها لمصر سنة 2011، وجبت لها كل فنانين مصر يسلموا عليها قبل ما ترجع بيروت، وهناك توفت 2014. فأنا قصة صباح بالنسبة لي علمتني حاجات كتيرة قوي، البهجة، النظرة للحياة بتفاؤل، كانت بتيجي تقعد معايا 6 ساعات نعمل برنامج، ما طلبتش مليم من الانتاج، تقول لي انا جاي عشانك، انا بعمل ده عشانك، يا ربي اتعلمت ده منها في كل حياتي، انه الماده ما تبقاش هي الاساس. تمام. طب عمر الشريف؟ عمر الشريف خريج فيكتوريا كوليدج، فكنت دايما انا وانا صغير ابص له كده من فوق، ويعني كان نجم كبير جدا طبعا، واحنا لسه حتى في المدرسه، ومعمل لورنس والعرب، وكنت دايما اقول يا ربي عمر الشريف، املي في الحياه كإنسان مصري شرف مصر وصل للعالمية، كان ده حلم كل إنسان. صدفة بقى إن كنا في الأقصر، وكان كنا بعمل الاحتفالية، كانت مصر عاملاها عشان تعتذر للعالم، فهو كان واقف جنبي، وأنا كنت خايف خوف محدش ممكن يتخيله، فبقول له عمر ودوا عيسائي، أقول إيه أقول إيه، طالبين مني أقدم الاحتفالية وأنا مش عارف، محدش قال لي أقول إيه. فراح قال لي طبطب عليا كده وقال لي إبراهيم just be yourself، خليك نفسك، اقف وقول اللي في قلبك.